وينها؟ تفضل. وليته الحارة نفسها اللي فيها مستودع. أغلب الظن إنه هربت بسيارة من السيارات اللي أخذوا المشاريب اللي زادت بحفلة عرس جيدة. إذا بدك رأيي، إجا الوقت اللي صار لازم في حدا يحكي مع الوالد بصراحة. ليش عم يسمع بالأول لحتى نوصل معه بعدين لمرحلة الصراحة؟ بس هيك ما بيصير قيصر. مشروع مثل هاد لازم نتمسك فيه بإيدينا ورجلينا. حدا بيعرض عليك ساقي الذهب بتقله لا ما بدي؟ الخوف ما يكون ما بده. شو لك؟ والله الخوف يكون ما بيطلع بإيده. معقول؟ يعني بيني وبينك ومنتهى الصراحة والحكي ما بيطلع لبرا، الأمور ما عادت مثل أول. يا عليا صار له فترة طويلة ما حدا اتصل فيه، بعدين كتير قرارات مهمة وكبيرة بتفاجأ فيها، بس طبعا بيعمل حاله أنه بيعرف مسبقا. معناتها رفض العرض لأنه خاف يقبله يقوم ما يطلع بإيده. بالضبط. بس هيك رح يطلع من المشروع قيصر، أو رح يلاقي طريقة يطلع عمران منه. إجا لعنا على البيت وصبحنا، طلب من أبي إنه يسمح لي أرجع معه. رجعت. وليش هيك عم تقوليها؟ كأنك زعلانة إنك رجعتي. لأنه لحد هلأ ما بعرف إذا عن جد رجعت. هذا جوزك، بالآخر الوحدة فينا ما إلا غير جوزها وبيتها وولادها. هذا إذا كان جوزة فعلاً، وإذا كان البيت بيتها. قيصر ما بده ياني، بعمره كله ما حبني. صعب كتير تعيشي مع حدا ما بده ياكي، والبيت بهي الحالة ببطل بيت، بصير سجن. حتى لما إجا لعنا لحتى يرجعني مو لأنه بده ياني، لا، لأنه عمه نوح طلب منه هيك. ما بعرف شو بدي لك. لا تقولي شي، مشكلتي وبعرفها وما إلها غير حل واحد، بس اللي مربطني هنن ولادي نوح وسما. لولاهن ما كنت برجع، صدقيني. الحمد لله على السلامة مرت عمي. الله يسلمك. شو خير؟ قال كنتي تعبانة؟ لا الحمد لله صرت أحسن. بعتذر ما قدرت أطلع معكم على الضيعة. عكل الحمد لله هي طلعت عايشة وإن شاء الله بترجع لحضنك. إن شاء الله. خير مرت عمي؟ ليش هيك عم تطلعي فيني؟ في شي؟ متذكريني بحالي لما كنت قدك. أنا حاسة فيكي وبعرف شو عم يصير بدون ما حدا يقول لي. بس المشكلة إنه ابني، مشان هيك ما بقدر أقول لك شي غير الله يكون بعونك. أنا
من السبت اللي على الطريق. العشاء صار على الطاولة، بجوز بابا يوصل بأي لحظة. خليك معي دقيقة بس. مساء الخير أمو. مساء النور، أهلا وسهلا. شو أخبارك؟ كيف جوزك؟ منيح؟ تمام، تفضلوا. وين الشعب عمو؟ ليكم بالصالون. بابا وصل؟ لا لسه. طيب يلا. أهلا وسهلا. أي حبيبي. أي أنا آسفة بس عن جد تأخرت. يلا عم نستناك. بعدك بتعرفي زلطتي يا معليها؟ إذا في شي محرز. بابا شو رأيك تتركها؟ يعني ماني شايف هالعلاج برا عم يفيدها. شو اللي عم يفيدها لك؟ وجودها بيناتكم؟ الله اللي بيسمعك وبيشوفك قديشك متأثر بفكر انك اخذ اختك وحاططها عندك بالبيت وعم تخدمها انت ومرتك، وما بيقول انه اختك اختفت من بيناتكم وما حدا منكم منتبه أو مهتم. لا بابا، كنا مهتمين ومنتبهين، بس كان عرس وما حدا واعي على حدا. لا يا بنتي، ما كان حدا فيكم مهتم، انتو كل واحد فيكم مهتم بحاله وبس. فخلوا أختكم ترجع تتعالج برا أحسن. أكيد، يعني بنطر منك خبر بكرة؟ أوكي، مرسي لك. شو؟ بدنا ننطر لبكرة تيجي منك خبر. لسه بدي استنى لبكرة؟ يعني ما بيقدر يعرف الليلة؟ وإذا عرف الليلة، ما تكوني مفكرة تروحي لعنده. أنا أعرف وينه وساعتها لكل حادث حديث. أنا برأيي من هون لتعرفي تلاقي حال. حل لشو؟ لتحكي معه. ما تاكليهن. بركي دار مصير إنه ما بيعرفك. إذا ضايقتي ما قولي تشك عليك، ونحن هون لا بالشام ولا ببيروت. إذا اجتمعنا أنا وياه لحالنا مستحيل ينكر. لازم تحطي براسك شغلة، إنه مش ضروري يكون عايش لحاله هون. شو قصدك؟ يعني ما قولي يكون مجوز أو مرتبط، على الأغلب كانت معه اليوم وبهالحالة طبيعي يعمل حاله ما بيعرفك. لا، عمر مطلق مرته من زمان كتير، وما بعتقد بهالكم يوم لحق يتجوز ولا يتعرف على حدا. لا، القصة أبسط من هيك بكتير. شو القصة؟ الوالد بده يكون مهددهم لما جابوه على الشام، فهمتي؟ أهلين جاد. طمنيني، هديت ولا لسه؟ ماشي الحال. رح أمره أخذها من عندك. ما في داعي، خليها عندك. ما وجعت لك راسك؟
ماشي عخطخ هي. اسمعي يارا، اوعك يخطر ببالك تقولي لها هو وين. اذا لسه مصر انه هو ما بيعرفها فالافضل انه نسكر على الموضوع. اولا قرار لإله، ثانيا ما بعتقد انه الموضوع يتسكر بهالسهوله. شو يعني؟ بعدين نحكي بالموضوع. باي. بدك فيه؟ لك شو يعني شو بدي فيه؟ بدي اخده مشان رجعه لاصحابه. الله يرضى عليك. لا يعني بدل ما نبوس ايدنا وشه وقفى انه ما رضيت تاخده المخلوقه، تجي بدك تاخدي لهم الطوق بايدك مشان تفتحي باب علينا وعلى حالك. انت شو عم تحكي يا غياس؟ مالي عم بفهم عليك، شو عم تحكي؟ الله يلعن الذهب ويلعن الالماس، حده 60 جهنم ويلعن ابوهن. اخوكي بين ايديهن يا امي، لك اخوكي بين ايديهم دخيلك. يا مرت عمي والله لك بشو احلف لك، رجعت نوراس ما لها علاقه بالطوق، رجعت نوراس معلقه بالبنت. رجعت نوراس معلقه برقبتي، سمعان برقبتي. لو ما مديت ايدي واخذته ما كان صار اللي صار. الله يلعن الدم ويلعن الالماس، الله يلعنه. والله العظيم أسهل علي يعلقوا حبل المشنقة وما ينأذى ابني هالقد من تحت راسي. ما الله يخلي. إذا معك الطوق أعطيني إياه، وإذا ما معك روح جيبه. لك يا مرت عمي لا حول ولا قوة إلا بالله على الشغلة. لينا أحكي لك معشي كلمة مشان الله. أمي مبين الجماعة مو سالين عن الطوق، يعني قصدي إنه بكرة بس يخلصوا تحقيق مع نورس رح يفلتوا لحالهم، وبيكون حق هذا الطوق اللي ما بيحلم فيه كل عمره جزاته من رب العالمين على اللي عملوا مع هالبنت. وجزاتي أنا عند رب العالمين. شو راح تكون ساعتها يا أمي؟ ها؟ ليش أنت شو عملتي؟ سرقت، مديت إيدي للحرام، ونحن يلي من الحلال ما لنا عم نشبع. لك والله العظيم أم البنت كانت رايحة لعند جوزها مشان تخليه يترك ابني ويفك أسره، بس لما سألتني عن الطوق كبكت، ارتبط لساني، ما عاد أعرف شو بدي أحكي. بجوز رجع للطوق ما ترجع لي ابني، بس الوزر تقيل تقيل لأنه هو بين إيديهن من تحت راسي. الوزر تقيل يا أمي، الوزر تقيل يا أمي، الوزر. والله يا مرت عمي هلا إذا كانت الشغلة كتير معقدة أنا رح أرجع لك الطوق وأعملي فيه يلي بدك إياه، بس إذا شغلته كم يوم وبيطالعوا له نوراس حرام عليك تروحي عليه ثروة. منعيش ومنموت ألف مرة وما منحصل مثلك أنت. يا غياس وين رايح؟ يا غياس يا غياس يرحم أمواتك لا تروح. أنا أعطيتك أمان الرجال إياها يا غياس. يا أمي يا أمي كرمال الله اهدي، كرمال الله يا. رايح يشوف وين نورس وراجع، مو أنت بدك تعرفي وينه. اهدي يا كرمال الله. يا نورس يا الله يا نورس يا صباح الخير ماما. صباح الخير يا عمري. داب قلبي حتى اشوف الصباح الحلو. تعال. وهي احلى فطور لحبيبة قلبي. خدي يا عمري. ليه؟ ما بدك؟ طيب من أجلها بلا ها؟ ما رح أفرض عليك شيء، حتى الدواء بلا، خصوصي إني سمعت كلام من المرة اللي كنتي عندها
فرح قلبي من جوا. قالت لي قالك انت تضحكي. عم تضحكي يا عمري؟ شبك ماما؟ في شي مضايقك؟ ما رح خليهم ياخدوكي مني. سفر ما في، رجع على المستشفى ما في، ما في قوة بالكون رح تاخدك مني. هذا وعد يا عمري. تاكلي؟ ليش ما صحة يا رب؟ ان شاء الله صحة. ولا يهمك دكتور، اترك الموضوع علي. كتر خيرك، شكرا على رحابة صدرك. شرفت دكتور. شكرا. الله معك، مع السلامة. لك شو صار بمعاملة نائب الأملاك سوزان لشهاد؟ جاهزين. طيب خبره الأستاذ خليجي فورا يسلم على أخته إذا بيحب، ونفس الوقت نخلص المعاملة. مفهوم. وصلني خبر عن سعيد. خير؟ من وصلت عملوا له مجلس تأديبي بسبب تأخيره على الالتحاق. شو الحكي؟ ايه والله يا معلم، اسبوع سجن. بالإذن معلم.